حكينا في الفيديو السابق عن ماذا يوجد في القطب الجنوبي وأهميته، حيث يحتوي على الكثير من الثروات، ثروات سمكية، معادن مائية، سياحية. وفي هذه الحلقة رح نحاول نجاوب على السؤال الوحش: من يملك القطب الجنوبي؟ حنحكي اليوم حكاية القارة اللي المفترض إنها تكون بعيدة عن الصراعات، لكن الكل بيتصارع عليها. في هالحلقة رح تعرف كل شيء مهم بيتعلق بتاريخ القطب الجنوبي، بمعاهدة القطب الجنوبي، والأهم من هيك مستقبل القارة القطبية الجنوبية. كمان عندي لك خبر جميل، وهو توقيع أول دولة عربية لمعاهدة القطب الجنوبي. الحلقة دسمة دسمة عن جد، لذلك إذا مالك مهتم بالقطب الجنوبي ما تكمل الفيديو، وإنت اطفي أي مشتتات وخلينا نمسك بطرف الخيط. حكينا سابقاً أنه كان في تصور لوجود قارة قطبية جنوبية عند الفلاسفة الرومان واليونان، لكن مع ذلك تأخر اكتشاف القارة إلى العام 1819 و1820، والبريطانيين والأمريكان والروس كلهم بيدعوا أنهم أول من اكتشف القارة، بس ما علينا. وبعد اكتشاف القارة إلى أوائل القرن العشرين، الاهتمام بالقطب الجنوبي كان يقل ويزداد بناءً على الأهمية الاقتصادية لصيد الفقمات، لأنه بالأساس كان الدافع الأساسي وراء اكتشاف القارة هو صيد الفقمات وجني الأرباح، وليس اكتشاف القارة بالدرجة الأولى. وفي أوائل القرن العشرين ازدادت أهمية صيد الحيتان، لأن زيت الحوت كان مهماً في صناعة الأسلحة والمواد الغذائية، وأيضاً ازدادت أهمية مضيق دريك الذي يفصل بين المحيط الهادي والمحيط الأطلسي، لذا عاد الاهتمام بالقطب الجنوبي. وهنا أعلنت بريطانيا ملكيتها لأجزاء من القطب الجنوبي وأسمتها المناطق القطبية الجنوبية البريطانية. بل حتى أن بريطانيا أرادت ادعاء ملكيتها لكامل القارة القطبية الجنوبية. هلأ أنت أكيد عم تسأل، وإيش عملت الدول الأخرى؟ بالطبع لم تجلس الدول مكتوفة الأيدي، وادعت فرنسا، النرويج، نيوزيلندا، الأرجنتين، أستراليا، ألمانيا، تشيلي ملكيتهم لأجزاء من القطب الجنوبي. صحيح، مثل ما شفت يوجد تداخل بين المطالبات الإقليمية لبريطانيا وتشيلي والأرجنتين، وهالأمر رح يعمل إشكاليات لاحقاً. أستراليا هي الدولة التي تطالب بأكبر مساحة من القطب الجنوبي، بحوالي 42% من القارة. يوجد جزء كبير من القارة لم يطالب به أحد، ويعتبر هذا الجزء أكبر مساحة أرض لم تطالب بها أي دولة، أكثر من 1,600,000 كيلومتر. ولو ما شاء الله عليك مصحصح معي حتقول وين مطالبات ألمانيا؟ والله أجبرت ألمانيا على التنازل عنها، لذلك ما حطيتها بالخريطة. خلال هذه الفترة كانت الدول المتنافسة على القارة تحرص على عمل رحلات استكشافية، إنشاء قواعد غير دائمة، ورسم خرائط للقطب الجنوبي، وطبعاً رفع أعلامها، أو حتى من خلال تسمية الأماكن والمعالم بأسماء خاصة بها. أي نعم، حتى تسمية الأماكن، كل هالإجراءات لحتى كل دولة تقوي موقفها في تملك أجزاء من القارة. يعني خلص نقول إنه القطب الجنوبي هو ملك لفرنسا، بريطانيا، الأرجنتين، أستراليا، نيوزيلندا، تشيلي، النرويج؟ لا، لسه ما خلصت القصة. بعد الحرب العالمية الثانية حاولت الولايات المتحدة أن تبسط نفوذها على جميع أنحاء القارة القطبية الجنوبية، وبدأت بأكبر حملة عسكرية في القطب الجنوبي، عملية الوثب العالي أو هاي جامب في عام 1946 و1947. كان من ضمن أهداف العملية الاستعداد لشن حرب محتملة ضد الاتحاد السوفيتي، فكان القطب الجنوبي أفضل مكان للتدرب والاستعداد للحرب وإجراء التجارب، وأيضاً لإجراء الأبحاث العلمية ومسح المناطق ورسم خرائط دقيقة ومفصلة للقارة، طبعاً كله لتقوية المزاعم الأمريكية في القارة. يعني صار القطب ملك لأمريكا؟ كمان لا. وبعد العملية احتدم السباق على القطب الجنوبي، وأقلقت العملية الدول المهتمة بالقطب الجنوبي، فكل دولة كثفت نشاطها بالقطب الجنوبي، خاصة بريطانيا، تشيلي، الأرجنتين، لأنه في تداخل بالمناطق التي تدعي كل دولة امتلاكها. حتى أنه حصلت مواجهات مثل حادثة هوب باي سنة 52 بين الأرجنتينيين والبريطانيين، وحادثة في جزيرة ديسبشن عام 53. وكان هناك تخوف من وصول الحرب الباردة
إلى القطب الجنوبي، لأن الاتحاد السوفيتي بدأ يرسل سفن صيد للمحيط القطب الجنوبي ويخطط لإنشاء أول قاعدة سوفيتية بالقارة. هدي شوي، لا تتحمس. ولكن بقدرة قادر اتجهت الأمور إلى التهدئة بدلاً من التصعيد. رح أقلك ليش؟ لأن بريطانيا لم يكن لديها اهتمام كبير في حصول مواجهة مسلحة على أراضي ليس لها أهمية كبرى. أيضاً موت ستالين وسيادة أجواء التعاون بين العلماء خلال فعاليات السنة الجيوفيزيائية الدولية، الفعالية اللي رح تمهد لأهم حدث في تاريخ القطب الجنوبي، صحيح مثل ما جاب بالك، معاهدة القطب الجنوبي. بس قبلها خلونا نفهم شو هي السنة الجيوفيزيائية الدولية؟ يا سيدي، هالفعالية حصلت في يوليو عام 1957 وحتى ديسمبر 1958، واجتمع باحثين من 67 دولة من مختلف التخصصات العلمية لإجراء أبحاث علمية في القارة. الباحثين المشاركين حطوا اختلافاتهم السياسية والأيديولوجية على جنب وتعاونوا على البحث، وبالفعل عملوا اكتشافات مهمة في مختلف المجالات العلمية، وتعتبر الفعالية هي نقطة فاصلة في تاريخ القطب الجنوبي لأنها أسست لسياسة التعاون غير المسبوق بين الدول على البحث العلمي في القطب الجنوبي. كله جميل، ما هيك؟ صحيح، ولكن هذا الحدث اللطيف خلق إشكاليات جديدة. كيف تبني محطات وقواعد على مناطق دول أخرى؟ ماذا عن الاتحاد السوفيتي الذي يدخل وبقوة في القطب الجنوبي؟ وماذا أيضاً عن اللاعبين الجدد الذين ليس لهم أي انخراط سابق في القارة وشاركوا في السنة الجيوفيزيائية الدولية؟ والأهم من هيك، كثرت الأسئلة حول مصير القطب الجنوبي، لأن الهند مثلاً حاولت طرح مسألة القطب الجنوبي على أجندة الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 56 و58، لكنها سحبت مقترحها لاحقاً. لذلك كانت الدول التي لها مطالب في القطب الجنوبي متخوفة من أن تتدخل الأمم المتحدة في إدارة القطب الجنوبي. كل هذا خلق حاجة ملحة لعمل اتفاقية لإدارة القارة، وهنا قررت الدول المهتمة بالقطب الجنوبي خلق نظام لإدارة القطب. يعني خلينا نحن اللي نخلق النظام ونحط القواعد والقوانين قبل ما حدا جديد يدخل ويكون له كلمة في صنع القرار، هن بس ينصاعوا للنظام وبس. وللأسف لازم ندخل معنا الاتحاد السوفيتي لأنه لا مفر من تجاهله. وفعلاً عقد مؤتمر في واشنطن في 15 أكتوبر 1959، شارك فيه 12 دولة، الدول التي لها مطالب بالقطب الجنوبي ودول أخرى كان لها نشاط فعال خلال السنة الجيوفيزيائية الدولية. وبحسب باحثين فإن المفاوضات ركزت على جعل القارة بعيدة عن سيطرة الأمم المتحدة، وأن تكون السيطرة بين الدول التي لها قواعد في القطب الجنوبي. واستمرت المفاوضات 6 أسابيع إلى أن ولدت معاهدة القطب الجنوبي في 1 ديسمبر 1959، ودخلت المعاهدة حيز التنفيذ في منتصف العام 1961. طب يا ستي، شو بتقول المعاهدة؟ المعاهدة مكونة من 14 مادة، ويمكنك الاطلاع بنفسك على نصها في الإنترنت. أبرز المواد: المادة الأولى التي تنص على الاستخدام السلمي للقارة ومنع أي نشاط له طابع عسكري، سواء إنشاء قواعد عسكرية أو إجراء مناورات أو تجارب أسلحة. المادة الثانية تكفل حرية البحث العلمي في القطب الجنوبي. المادة الرابعة وهي أهم مواد المعاهدة وتعني أنها لا تؤكد ولا تنفي المطالبات الإقليمية للدول، لكنها تمنع عمل مطالبات جديدة باستثناء روسيا والولايات المتحدة اللي لهم الحق في عمل مطالبات جديدة. المادة الخامسة تمنع إجراء تفجيرات نووية أو ترك نفايات مشعة. الدول الأساسية الموقعة على المعاهدة 12 دولة، لكن بعد ذلك وقعت المعاهدة دول أخرى حتى وصلت إلى الآن 57 دولة. والخبر الجميل أن آخر دولة وقعت المعاهدة هي دولة عربية، وهي المملكة العربية السعودية التي انضمت للمعاهدة في 22 مايو 2024. طبعاً السعودية هي أول دولة عربية وقعت المعاهدة. طبعاً عم تتساءل شو عملت المعاهدة؟ شو صار فيها؟ نجحت؟ فشلت؟
كثير من الباحثين يعتبرون اتفاقية القطب الجنوبي واحدة من الاتفاقيات الدولية الناجحة، لأنها ولأكثر من 60 عاماً وبشكل عام حققت أهدافها في جعل القطب الجنوبي ساحة للتعاون الدولي على البحث العلمي بعيداً عن التسليح والصراعات المسلحة، وأيضاً حافظت على البيئة في القارة. يعني خلص كل الأمور تمام وعم السلام والوئام في القطب الجنوبي. هو صحيح عم السلام والوئام في القارة، ولكن صحيح أن المعاهدة منعت حدوث صراعات مسلحة في القطب، ولكنها لم تحل الأشكاليات. المعاهدة جمدت المطالب الإقليمية لكنها لم تنفها ولم تؤكدها. ومثل ما هلأ أنت عم تتساءل عن مصير القطب الجنوبي، طرح رئيس الوزراء الماليزي الأسبق دكتور مهاتير محمد مسألة القطب الجنوبي في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1982. وفي خطابه انتقد سيطرة بعض الدول على القارة، ودعا لأن يكون القطب الجنوبي تحت سيطرة الأمم المتحدة، أو أن تتصرف الدول المسيطرة على القطب الجنوبي كأمناء ينوبون عن جميع دول العالم. أكيد هلأ عم تسأل طب يعني ليش مهاتير زعلان من هالشي؟ لأن المعاهدة تحتكر إدارة القطب الجنوبي، بضعة دول هي المسيطرة على إدارة القطب. ويمكن هلأ خطرت على بالك فكرة جهنمية، ليش ما كل دول العالم توقع المعاهدة وتشارك في إدارة القطب الجنوبي؟ هي فكرة جيدة، ولكن عنا مشكلة صغيرة. للأسف توقيع دولة ما على المعاهدة لا يعني بالضرورة أنها ستشارك في صناعة القرار في إدارة القطب الجنوبي. أوف، كيف هيك؟ يا سيدي، هذا لأن الدول الموقعة على معاهدة القطب الجنوبي تنقسم لقسمين، أطراف استشارية وأطراف غير استشارية. تجتمع الأطراف الاستشارية كل عام لمناقشة أي قضية متعلقة بالقطب الجنوبي. الأطراف الاستشارية لها حق التصويت وصنع القرار، أما الأطراف غير الاستشارية يمكن أن تحضر الاجتماعات فقط، لكن دون أن يكون لها أي دور في عملية صنع القرار. طب يعني هل الوضع رح يضل قائم هيك؟ هل يمكن تحويل وضعية دولة ما من طرف غير استشاري إلى طرف استشاري؟ نعم، يمكن أن تتحول وضعية دولة ما وتصبح طرفاً استشارياً، ولكن بشرط، وهذا الشرط هو جزء من المشكلة. صحيح، إذا عندكم أي اقتراحات لمواضيع حابين نطرحها في الفيديوهات القادمة اكتبوا لنا في التعليقات، وطبعاً ما تنسوا الاشتراك في القناة. الشرط الذي يحول وضعية دولة غير استشارية إلى دولة استشارية أن يكون لدى الدولة نشاط بحثي كبير في القطب الجنوبي. طيب، وشو هو هالنشاط البحثي الكبير في القطب الجنوبي؟ يعني أن يكون لدى الدولة محطات بحث علمي وبعثات علمية في القطب الجنوبي، وهالشي بيعني ميزانية عالية تصل إلى ملايين الدولارات سنوياً، وكله يعني أن نظام معاهدة القطب الجنوبي ما هو إلا ناد للدول الغنية لحكم القطب الجنوبي، لأنها من يمتلك المال والإمكانيات لإدارة القطب الجنوبي. أضف إلى هذا أن كثيراً من الباحثين، ومنهم الباحثة المصرية دعاء عبد المتعال واللي استفادت كثير من كتابها للبحث للحلقة، ترى بأن اهتمام الدول بالبحث العلمي في القطب الجنوبي مو حباً بالأبحاث والعلم، لكن وراءه دوافع سياسية واقتصادية وأمنية، والأمر تدل عليه شواهد كثيرة، منها كثرة المحطات العلمية في القارة والتي كثير منها لا ينتج أبحاث أو معرفة حقيقية، مجرد إثبات وجود فقط. فيعني اللي بيقلك أنه القطب الجنوبي مخصص للعلم والبحث العلمي ناقشوا بهالنقاط. أيضاً عن إشكالية أخرى، كثير من الدول تستخدم العلم كغطاء للبحث والتنقيب عن المعادن. ليش؟ إيش دخل العلم بالتنقيب عن المعادن في القارة؟ وهلأ صار لازم نحكي عن التنقيب عن النفط والمعادن في القطب الجنوبي، واللي هو أحد القضايا الشائكة في القطب الجنوبي. معاهدة القطب الجنوبي لم تذكر أي شيء يخص التنقيب عن الغاز والنفط والمعادن، لأنه في ذلك الوقت لم تتوفر أي معلومات حول المعادن الموجودة في القارة. ومع الوقت بدأت عدة دول كالاتحاد السوفيتي، الولايات المتحدة، تشيلي، الأرجنتين بعمل أبحاث جيولوجية لاكتشاف ما الذي تخبئه القارة من خيرات، لكن هذه المحاولات لم يتمخض عنها استخراج للمعادن أو الاستفادة منها بسبب وجود صعوبات كثيرة في ذلك الوقت، مثل صعوبات مناخية، عدم وجود بنية تحتية، بعد القارة، وصعوبات تكنولوجية. وفي اجتماع الأطراف الاستشارية لمعاهدة القطب الجنوبي عام 1981 قررت الدول الاستشارية إنشاء نظام لاستخراج الموارد من القارة.
لماذا في ذلك الوقت؟ السبب الأول، ارتأت الدول الاستشارية بأنه من الأفضل عمل نظام يحكم استخراج المعادن في القارة قبل أن يتم اكتشاف المعادن بشكل دقيق، لأن وجود معلومات وتقديرات دقيقة لما تخبئه القارة سيجعل المفاوضات أصعب وأصعب. السبب الآخر، لمنع الاستخراج الغير منظم للمعادن. صحيح مثل ما سمعت، في بداية الأمر لم تكن هناك نية لحظر التعدين في القارة، فالمفاوضات أخرجت لنا اتفاقية تنظيم أنشطة الموارد المعدنية في القطب الجنوبي أو ما تعرف بكرامرا، والتي تحاول تنظيم استخراج المعادن مع الحفاظ على البيئة، لكن لم يتم التصديق عليها بسبب الاختلاف الكبير بين مواقف الدول الاستشارية التي لا يوجد لها مطالب إقليمية في القطب والدول الاستشارية التي لها مطالب إقليمية في القطب. كيف يمكن استخراج الموارد في ظل تجميد المطالبات الإقليمية؟ أيضا فشلت الاتفاقية بسبب المخاوف البيئية ومعارضة دول العالم لاحتكار إدارة القطب الجنوبي. ماذا نفعل إذا كانت المفاوضات لا تفضي إلى شيء؟ نجمد استخراج المعادن، وهذا ما وصلت إليه المفاوضات وخرج عنها اتفاقية حماية البيئة في القطب الجنوبي أو ما يعرف ببروتوكول مدريد، والذي تم توقيعه عام 1991 ودخل حيز التنفيذ في عام 98. ماذا يقول البروتوكول؟ أبرز ما جاء فيه، تقول المادة الثانية من البروتوكول بأن القارة القطبية الجنوبية محمية طبيعية مكرسة للسلام والعلم، كما تحظر المادة السابعة أي نشاط متعلق باستخراج المعادن باستثناء استخراجها لأغراض علمية، وباقي المواد تتناول حماية البيئة في القارة. كلام جميل، ما هيك؟ صحيح، ولكن أيضاً في إشكاليات. أولها تعريف الأغراض العلمية في إشكاليات، لأنه يمكن استخدام هذه البيانات لاحقاً لاستخراج المعادن لأغراض تجارية، فيعني لا يمكن التأكد 100% من أن الأبحاث التي تعمل هدفها علمي بحت. والأهم من ذلك، بعض الباحثين بيقولوا أنه البروتوكول لم يحل مسألة استخراج المعادن جذرياً، لكنه رحل المشكلة لوقت آخر وهو عام 2048، وقتها يمكن أن يرفع حظر التعدين في القطب الجنوبي. ما الذي يمكن أن يحدث وقتها؟ الله أعلم. ممكن هلأ تقول يا ستي حلال عليهم القطب الجنوبي، خلي ياخدوا، نحن دول العالم الثالث متنزين عنه بس كرمال نقلل من الحروب والصراعات في العالم، اللي فينا بكفينا. يا أخي، الأمر ليس مجرد صراع بين دول العالم الثالث والدول الاستشارية على القطب الجنوبي، المشكلة أن الدول الاستشارية نفسها يوجد خلافات بينها فيما يتعلق بالقارة. طيب، خلينا نشوف الدول الاستشارية شو عملت بالقطب الجنوبي بعد معاهدة القطب. طبعاً الدول التي لها مطالب إقليمية في القطب لم تتخلى عنها، ورسمياً كل دولة تسمي هالمناطق مناطقها، مثلاً بريطانيا British Antarctic Territory، أستراليا Australian Antarctic Territory، نيوزيلندا The Ross Dependency، وهكذا. وهالدول بين كل فترة وأخرى تقوم بنشر مطبوعات، خرائط، عملات، أختام عليها مناطقها المزعومة، الأمر الذي يعد كنوع من التأكيد الناعم على حقها في هذه المناطق. مثلاً إذا عندك صديق أرجنتيني وشفت جواز سفره، ستلاحظ في الخلف وجود خريطة على الغلاف. هذه الخريطة خريطة الأرجنتين ومعها الأجزاء القطبية التي تطالب بها. أيضاً الأرجنتين مثلاً عندها مواطنين ولدوا في المناطق التي تطالب بها، فأصدرت لهم شهادات ميلاد تقول بأنهم ولدوا في الأرجنتين. والأهم من ذلك أن جميع قواعد الدول التي لها مطالب إقليمية تقع في الجزء الذي تطالب به الدولة، وهذا يعني أن الدول مستمرة في تعزيز تواجدها ضمن المناطق التي تطالب بها. أضف إلى هذا أن كثيراً من المعدات التي تستخدمها المحطات العلمية يمكن أيضاً أن تستخدم لأغراض عسكرية في ذات الوقت. باختصار، كيف ما قلبت الموضوع، ستجد أن الدول الاستشارية تقوم بتعزيز تواجدها وتقوية تأثيرها في القطب الجنوبي لتحقيق مصالحها الوطنية. ومرة أخرى،
لا ننكر ما حققته معاهدة القطب الجنوبي من تنحية للصراعات المسلحة وتعزيز التعاون الدولي في القطب، ولكن مع هذا التعاون يوجد إشكاليات لم تحل. إلى أين يمكن أن تأخذنا هذه الإشكاليات مستقبلاً؟ الله وحده يعلم. في النهاية، صحيح أننا بعيدون جغرافياً عن القطب الجنوبي، ولكن في المستقبل سيؤثر علينا الصراع في القطب الجنوبي، لأن الجيوبوليتكس للقطب الجنوبي ستؤثر على الأمن الدولي، إمدادات الطاقة، العلاقات الدولية، والتي بدورها سيكون لها انعكاسات على المنطقة العربية والعالم الإسلامي. لهيك وكبداية أقترح قراءة كتاب دكتور دعاء عبد المتعال، القطب الجنوبي، الصراع على القارة السابعة، كتاب جدا جميل. أو ممكن تشوف هالوثائقي على الدي دبليو الألمانية، وثائقي ممتع وبيلخص أهم النقاط للصراع على القطب. شكرا لأنك وصلت إلى هذا الجزء من الفيديو، معناته أن الفيديو أعجبك أو شفت فيه شيء أفادك. لهيك ساعدنا في نشر الفيديو بعمل إعجاب ومشاركته مع أصحابك. وأهم شيء نحن ما ختمنا الموضوع، نحن بس مسكنا بطرف الخيط، والمصادر الموجودة في آخر الفيديو هي اللي رح توصلك لآخر الخيط. إلى اللقاء.